تعالوا بقى في الناس اللي هم وزنهم زيادة شوية. أمريكا طلعت لهم نظام أكل رائع. أمريكا طلعت لهم نظام أكل رائع يتلخص في ثلاث كلمات، كل كلمة حقيقة هنقولها ونشوف القرآن قال عليها إيه. ثلاث حقائق أمريكا اللي والله ما احنا. أمريكا قالت أولا إنك تاكل وجبة في اليوم أنت تنتحر، ووجبتين في اليوم أنت تنتحر، وثلاث وجبات في اليوم أنت تنتحر. أمال إيه يا أمريكا نعمل إيه؟ قال لك خمس وجبات. خمس وجبات يعني كل شوية كل لقمة. بحيث أنا حسام موافي أطلبك أي لحظة في اليوم، يا محمد جعان تقولي لا، شبعان تقولي لا، ده الإنسان السليم اللي هيعيش بلا مرض عمره ما هيعيا. أكلمك جعان تقولي لا مش جعان، ما أنت واكل لقمتين. طب شبعان تقولي لا أنا مستعد آكل. فأمريكا عملت نظام أكل خمس وجبات، خمس وجبات بحيث كل وجبة تبقى سعرات حرارية معينة بحيث لما اجمعهم ما يطلعش حاجة. طب إذا اتكلمنا عن المساجد وما كلمناش المسلمين يبقى لا نقصد المساجد، لا نقصد المساجد خالص. أنا عايز أخذ المسجد ده علامة. يا بني آدم مالش يا الذين آمنوا ولا أيها المسلمون خذوا زينتكم عند كل مسجد، والآية ما خلصتش، وكلوا واشربوا ولا تشرفوا. يبقى الأكل مع المساجد يعني مع الصلاة يعني خمس مرات. آه والله إذا كان هو ربنا ما يقولش يا الذين آمنوا، يا بني آدم ده بيكلم الكل. خذوا، طب إيه علاقة المساجد يا ربي بالأكل؟ ما علاقة هذا بذاك؟ هو البحث اللي اتعمل أن الأكل مع الصلاة، يعني صلاة الفجر خد ربع رغيف جبنة بيضة بطماطم بكوباية شاي بلبن، صلاة الظهر خد تفاحة وموزة، صلاة العصر خد ربع رغيف في أي نوع من اللحوم، فرخة حتة فرخة حتة لحمة، ربع رغيف تشبعك؟ لا يمكن. صلاة المغرب الوجبة الساخنة شوية رز وشوية خضار بدون لحوم. صلاة العشاء زبادي بعسل نحل وتنام، أقسم برب الكعبة اللي يعمل كده لا يمكن يصيبه لا سكر ولا ضغط ولا شريان تاجي ولا فشل كلوي ولا تصلب شرايين مخ ولا جلطة، خالص خالص. اشرب زي ما انت عايز بس مية مش سكريات. لا السكريات خطر جدا هنتكلم عليها بعد شوية. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما علاقة الأكل بالمساجد سوى هذه النقطة؟ البحث اللي اتعمل. حرف الواو في القرآن حرف مهم جدا جدا، وانتوا تعرفوا اكتر مني. ربنا اقسم بالواو اول، والعصر والتين والزيتون، وفي اشد من كده. الرسول عليه الصلاه والسلام اما جاله الامر بالحج سيدنا جبريل بيمليه المناسك، وقف على عرفه المغرب جدا، نزل من على عرفه نزل مزدلفة، صلى المغرب والعصر قصرا، المغرب والعشاء قصرا وجمعا، وجمع الحصى وصلى الفجر في المزدلفة، واتجه إلى منى رجم إبليس الكبير، ثم طلع على الكعبة طاف طواف الإفاضة وجه يسعى وقف. وقف والصحابة حواليه متعجبين جدا لهذه الوقفة، إنه ما كملش زي كل حاجة. بعد ما وقف دقايق كده الحديث صحيح، قال سأبدأ بما بدأ به الله. هو كان محتار عليه الصلاة والسلام يبتدي بالصفا ولا بالمروة. الآية بتقول إن الصفا و المروة، شفت الواو عملت إيه؟ خلت الرسول يبدأ بالصفا لأن هي اللي سبقت المروة. نرجع تاني للواو، فقال سأبدأ عليه الصلاة والسلام سأبدأ بما بدأ به الله، وابتدى بالصفا، إن الصفا والمروة عشان الآية. يا أخوانا فأكلكم ابدأ بما بدأ به الله،
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يبقى الفاكهة قبل الأكل مش زي ما احنا بنعمل. وهذا أحدث الأبحاث، أنا بقول لكم أبحاث بس بلاقيها في القرآن فبتصعب علي. بحث معمول بالفاكهة، الفاكهة تعمل لك ثلاث حاجات. واحد، تسد نفسك، وده مطلوب. فليه في رمضان نخلي بالنا من اللي هقوله ده؟ في حاجة اسمها الأمعاء. الأمعاء دي لما أما تشوف الأكل تدخله على الدم، دي وظيفتها اللي هي وظيفة اسمها امتصاص، امتص الأكل، جلوكوز يخش على الدم استفيد منه، بروتينات بتبقى حاجة اسمها أحماض أمينية تروح داخل على الدم، مية داخل على الدم، صوديوم داخل على الدم. سرعة دخول هذه المواد على الدم وانا صايم اضرب في 10، اضرب في 10. بمعنى انا مش صايم شربت كوباية مية، اخد قد ايه على الدم؟ عشرها، عشر الكوباية. طب انا صايم وشربت كوباية مية كلها تخش على الدم، زي بالظبط ما بنمثلها للطلبة في كل الطب زي الارض الشرقانة، الارض الناشفة ادلوا عليها مية هتاخدها كلها، بينما الارض لو مبلولة شوية تدلق مية ما تاخدهاش، ما تمتصش. فالامتصاص يزيد 10 مرات بالصيام تبقى كارثة، تبقى كارثة. انت هتصوم 18 ساعة والاكل جميل جدا، المحشي بتاع الحج هياكل ويشرب يبقى خد 100% من اللي كاله، عليه العوض، عليه العوض في صحتك. وبالتالي خلي بالكو، بس انا هقف على الباب وهحلف كل واحد قسم انه ينفذ اللي انا قلته. رمضان فطار غدا عشاء، رمضان فطار غدا عشاء. المغرب قدام كوباية شاي بلبن وربع رغيف جبنة وتنزل من البيت، ما تقعدش ببيتك لانك لو قعدت هتاكل، تمام؟ انزل على المسجد، انت صليت المغرب في بيتك، صلي العشاء والتراويح وقعد شوية اقرأ لك جزء ولا جزئين وروح اتغدى، اتغدى شوية رز شوية خضار حتة لحم، غدا عادي، ما انت مش جعان انت واكل. وقبل الفجر ما يدن بربع ساعة زبادي بعسل نحل، ادي فطار غدا عشاء، تعيش زي الفل. ولا تحس بعد رمضان انك انت عندك تخمة، ولا تحس بعد رمضان ان وزنك زاد، ولا تحس انك انت اثناء رمضان تعبان وتجري على الدكتور، ما فيش كلام من رمضان فطار غدا عشاء. واضح؟ النقطة المهمة جدا، يبقى احنا هناكل 5 مرات في اليوم، وحذاري من الايه؟ منك تجوع وتاكل، حذاري. في حي واحد هيقول لي انا على المغرب هاخد بلحتين، البلح بعد ربع ساعة من اكله يجوعك، بيجوع عشان بيطلع انسولين عشان سكري، فخد بلحة على السنة، وخد الوجبة اللي بقولك عليها، ربع رغيف وشوية شاي بلبن ولا شاي ولا اي حاجة، حاجة سخنة، وانزل، اوعى تقعد في البيت.